الذي قال بأن اللاعب بلال مسعودي يملك العديد من العروض من نوادي أوروبية لحد الآن، مؤكدا من الإدارة ستختار للاعب العرض المناسب الذي يعود بالفائدة عليه وعلى النادي. مسعودي بلال، نعم مسعودي بلال، عندنا اتصالات في أربع فرق ولا خمسة، احنا نشوفوا ما هو أحسن أحسن فريق ليساعد اللاعب ويساعد من بعدها عادي يساعد الفريق. هو لاعب ممتاز وولد عائلة ومربي، لازم نشوفوا المصلحة نتاعو اللي ما تضروش. إن شاء الله نتمنوا له الخير ونتمنوا له المزيد إن شاء الله. في تركيا، في البرتغال، في فرنسا، في ألمانيا، الدنمارك، بلجيكا.